أمرك؟ بما تأمر؟ أمرك مستعد. أما بما تأمر؟ ماذا؟ أبدي أمرك. سأبدي مستعد كما تشاء. ماذا؟ سأبطل. بما تأمر؟ ماذا؟ أجمع. جيد أمرك. تم الأمر. أبني. كشاف. أجل. سأذهب. أمرك ذاهبة للتنقيب. مستعد أمرك. الحطب. ماذا؟ أقطع. بما تأمر. بكل تأكيد. أبرك. بما تأمر. أمرك. سأبني. ما الأوامر؟ مستعدة. سأنفذ. فارس. كما تريد. بما تأمر؟ أمرك. أجل. أيها القرويون، حسناً. أنصتوا. سأفعل. بما تأمر؟ أعدل. مستعدة. ماذا؟ الحطب. ماذا؟ ذاهب للتنقيب. أمرك. كشاف. سأنفذ. أجل. أنا أتحرك. أصعد على ظهر الحصان. مستعد. بما تأمر. أمرك. بما تأمر؟ أنقب. أمرك. أبني. ماذا؟ أمرك. سأفضل. فارس. بكل تأكيد. سأذهب. ماذا؟ ماذا؟
أمرك. مستعد. زايد. ماذا؟ مستعد. قال ماذا؟ أجمع الفاكهة. بما تأمر؟ أعمل. الرماح. لقد ولدت لأقوم بمثل هذا. مستعدون. الميليشيا. بما تأمر؟ كشاف. أنا أتحرك. أمرك. بما تأمر؟ أيها القرويون. حسناً. أعمل. سأتي. أمرك. الطعام. تم الأمر. أمرك. ما الأوامر؟ سأذهب. سأنفذ. القرويون ينتظرون. أيها القرويون. أعدن. أمرك. بما تأمر؟ استعدوا. أجمع. أمرك. القرويون مستعدون. سأفعل. بما تأمر؟ أنقب. أمرك. شوية. أمي. بما تأمر؟ مستعد. أمرك. ماذا؟ أنا أحب هذا العمل. إنها أوامر. الطعام. كما تشاء. كما تريد. مستعدة. أمرك. الرماح. ما حاجتك؟ أنا فرح. أجل. مرحبا. سأبدأ العمل. جاهز للعمل. سأبني هذا. لدي مهمة؟ لدي ما جيدا. سأبني هذا. أجل. مرحبا. سيتم تشييد ذلك. ما حاجتك؟ سيتم تشييد ذلك. القرويون مستعدون وحاضرون. شهد جيدا. مرحبا. الفارس مستعد. أتبع الأوامر. بالطبع.
جيدة جيدة. أما جيدا. هل لعب أحد؟ لدي مهمة. جاهزة للعمل. سأبني هذا. ما حاجتك؟ سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة؟ سأبدأ العمل. يعجبني ذلك. سأبني هذا. أنا أجل. أجل. مرحبا. مرحبا. لدي مهمة. ما حاجتك؟ جيدة جيدة. أجمع. أجل. مرحبا. ما حاجتك؟ لدي ما مهمة؟ لدي مهمة؟ سيت جاهزة للعمل. تم جيدا. جاهزون للعمل. القرويون علم كما تشاء. شيد جيدا. سيتم تشييد ذلك. أنا فرحة. نواجههم مشكلة هنا. يعجبني ذلك. أوامرك يا سيدي. سأركب. شيد جيدا. أجل. لدي مهمة. مرحبا. سعد ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. مرحبا. سأبدأ العمل. شيد جيدا. ما حاجتك؟ أنا فرحة. جاهزة. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. لدي مهمة. سيتم تشييد ذلك. أجل. مرحبا. سأبني هذا. جيدة جيدة. لدي مهمة. أنا فرحة. الرماحون حاضر. سيروا أيها الرماحون. الميليشيا. السهو مشغول. أجل. مرحبا. الأوامر قادمة. ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. ما حاجتك؟ سأنفذ على الفور. جاهزوا أن انطلقوا مسرعين أيها الرومات. استعدوا أيها المحاربون. حسناً إذن. هيا بنا. بذلت مجهوداً جيداً. ماذا لديك لأفعل؟ حان وقت العمل. سأبني ذلك لي.
لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. سأنهي بناء ذلك عما قريب. حان وقت العمل. هذا أن يظل حتى بعد مماتي. أيها الجنود انتبهوا الآن. أعبروا راكبا الآن. يبدو جيدا. قفوا بالقدم اليسرى أولا يا رجال. قاتلوا قاتلوا بقوة. رمحي على أهبة الاستعداد. الرماح مستعد. أسير كما أمر. جهزوا أنفسكم. بما تأمر. أنا مستعد. القوس على استعداد. الكشاف مستعدون لركوب الأحصنة. ماذا تأمرني أن أفعل؟ أرسلني إلى عمل أعمله. مستعد لإطلاق السهم. القوس جاهز. حسناً، ما المطلوب؟ بناء مشيد جيداً. سأبني ذلك لأجلك سيدي. ألديك شيء للإطلاق عليه؟ ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك لأجلك سيدي. حسناً، ما الموضوع؟ حان وقت العمل. انتبهوا أيها الجنود. قفوا على أقدامكم. حسناً. بذلت مجهود على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك لأجلك سيدي. حان وقت العمل. أصبوا جميعاً. كما تشاء. سأبني ذلك الآن. حسناً. أنصتوا يا قوم. أوامر جديدة. بوسعي فعل ذلك. ماذا لديك لأفعل؟ حسناً، ما المطلوب؟ سأبني ذلك عما قريب.
أتحرك كما أمرت. الرماح مستعد. القوس على استعداد. بدأت مشروعا جيدا. على استعداد لبعض العمل. رمحي على أهبة الاستعداد. من يريد الموت؟ أعطني أي أنا. أعطني الأول. الخيال ينتظر الأوامر. سأرسلني إلى عمل أعمله. أتوق إلى الخدمة. وضعنا السروج ومستعد جاهزون للانطلاق. أفعل. إلى أين أذهب؟ سأفعل ذلك. انتبهوا جميعاً. الطاعة. ماذا لديك لأفعل؟ أصبوا جميعاً. ما أوامرك؟ سوف يحدث ذلك. حان وقت الأوامر. حان وقت العمل. أجمع الحطب كما. حسناً، ما المطلوب؟ سأجمع الحطب. حان وقت العمل. الحطب من الأشياء المهمة. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. الآن يا رجال تجهزوا. تحركوا يا رجال. تقدموا بشجاعة يا رجال. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأجلك سيدي. لا، نحن تحت القوس. النشابة جاءت. سأفعل. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ حان وقت الأوامر. الأوامر قادمة. أنفذ الأوامر الآن. أمركم يا سيدي. القذائف أطلقت. حسنا، ما المطلوب؟ استعدوا أيها المحاربون. حان وقت العمل. سأجمع الحطب. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. انتبه.
جميعا. سولي بناء. إلى أين أذهب؟ أمضي إلى الأمام راكبا. حان وقت العمل. سأفي ذلك لأجلك سيدي. سأفي ذلك الآن. على استعداد لبعض العمل. على استعداد لبعض العمل. الحطب من الأشياء المفيدة. مستعد للتبادل التجاري. أعطني الأوامر. أثبت يا فتى، سنتحرك الآن. أصغوا جميعا. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. سأنهي بناء ذلك عما قريب. أنا أرى العدو. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. نتعرض للإطلاق. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. أطوق إلى الذهاب. أتحرك كما أمرت. صدر الأمر. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشغيله جيداً.
أشيد هذا البناء. سأحرص على تشييده جيدا. لن ترتاح قلوب الأطفال. انتباه، الأوامر قادمة. أموري. سأتبع أوامرك. نتعرض للإطلاق. أنصتوا إلى الأوامر يا أنا أعرف واجبي. أرسلني إلى أي معركة أريد الأوامر وفحص. أين يجب أن أرمي السهم؟ أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. نبدأ لتشييده. ننتظر بفارغ الصبر. على استعداد للمهمة. جميعا الأوامر قادمة. ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد الأعداء قادمون إلينا. مستعد لركوب الحصان. أمرك واضح.
أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي التعليمات. ستفتح قلوب الأشرار. نظرا لتشييده. ما حاجتك إلي؟ ماذا لتشييده؟ سأحرص على تشييده جيدا. أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده. سأحرص على تشييده جيداً. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد هذا البناء. ما حاجتك إلي؟ متجهة كما أمرت. المنجم؟ أنا في الطريق. أطوق إلى الذهاب. لن ترتاح قلوب الأشرار. تشييده جيدا. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. لن ترتاح قلوب الأشرار. معبات وعلى استعداد للأوامر. ماذا أفعل؟ أستطيع سماع أوامرك. لن ترتاح قلوب الأشرار. على تشييده جيدا. أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي التعليمات. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. أمرك؟ ما حاجتك إلي؟ طلباتك أوامر يا سيدي. لن ترتاح قلوب الأشرار. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. سأفعل. مبنى لتشييده. على استعداد للمهمة التالية. لكني أفضل منك. سأطارد الفريسة حتى أصطادها. أمرك؟
أنا مستعدة. إننا في انتظار التعليمات أيها القرويون. سأطارد الفريسة حتى أصطاد. ما حاجتك إلي؟ انتباه، الأوامر قادمة. كما تشاء. للمهمة التالية. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. ما هي أوامرك؟ نتجه نحو الأمام الآن. واجبي هو الطاعة. أركب كما أمرت. أخذ استراحة. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأسيد هذا الناس. ماذا لتشيده؟ أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. ماذا لتشيده؟ ما هي أوامرك؟ أعبر راكبا كما أمرت. لن ترتاح قلوب الأشرار. قلوب الأشرار كما تريد. إنه لا شيء. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأصطاد تلك الفريسة على الفور. ما حاجتك بي؟ سأشيد هذا البناء. الجنود، لقد وصلت أوامرنا. حسنا، إننا في انتظار التعليمات أيها القرويون.
الجميع مت سيحدث ذلك. لن ترتاح قلوب الأشرار. انتباه، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييد. أطوق إلى الذهاب. استعدوا للأوامر يا رجال. سأفعل ما أمنت به. سأنفذ على الفور. ماذا أفعل؟ أستطيع سماع أوامرك. الأوامر قادمة، أمرك واضح. مستعد لركوب الحصان. نتجه نحو الأمام الآن. ما أوامرك لآلاتك؟ ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التخطيط؟ أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. سأحرص على تشغيله جيداً. على استعداد للمهمة. انتباه، الأوامر قادمة. سأفعل هذا الآن. مستعد لركوب الحصان. نتجه نحو الأمام الآن. أنصتوا، الأوامر قادمة. تحركوا أيها الجنود المتقاعسون. أنا أرى العدو. الآن يا رجال، أرحب بصحبتنا يا رجال. ما هي أوامرك؟ أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر.
على استعداد للمهمة. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. أمرك، لن ترتاح قلوب الأشرار. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليم. أمرك، أنا مستعدة لتلقي ما حاجتك إلي. لن ترتاح قلوب الأشرار. أجيد ما أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. أجيد ما أفعل. سأحرص على تشييده جيدا. إنه عمل جيد. أوقفوا أي حماقة، لدينا أوامر. هيا بنا نذهب. أعطني أمرا. أنا متجه كما أمرت. ماذا أفعل؟ أمرك واضح. إنهم يسومون علينا. اسمعوا بالحرص يا رجال. أين هذا شخص آخر؟ الكتاب طوافون إليك. أقسم بشرفي إنهم سيهزمون. كما أمر. سأنفذ على الفور. سوف أضع أوامرك حيز التنفيذ. تلك هجمات جيدة. اللعنة عليهم. سنحظى بأوامر يا رجال. أنا أطيع أوامرك بالحرب. على استعداد للمهمة. لا، الأوامر قادمة. خدمتك شرف لي. ندافع ضد هجوم العدو.
بصوت الأمر. فلتكتشف فضيلة درعي. سنحظى بأوامر يا رجال. صدر الأمر، سيتم تغيير التشكيل. إلى أين أسير؟ على استعداد للمهمة التالية.
سأشيد هذا البناء قبلا لتشييده. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر قبلا لتشييده. انصتوا إلى الأوامر يا رجال. لدينا أوامر قادمة كما تريد. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. متعطش لخوض الفتاة. لن ترتاح قلوب الأشرار. أعطيني أمرا، أنا جاهز. أتطلع للذهاب إلى المناجم. أنا مستعدة لتلقي التعليمات. من تريد أن تطلقها؟ قبلا لتشييده. لن أموت إن لم أفعل شيئا. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. المنجم، أنا في الطريق. لدينا أوامر قادمة. الطاعة شرف لي. سلاحي يغلق الجوع وأقود إلى الأمام. رماة المدافع اليدوية ينتظرون الأوامر. سنحظى بأوامر يا رجال. الطاعة شرف لي. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنا مستعد لسماع الأوامر. أحب العمل في العقول. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. أطيعوا وأقودوا إلى الأمام. أنا أطيع أوامرك بالحرب. الآن يا رجال، انتبه، صدر الأمر. أنا أعرف واجبي. صحبتنا يا رجال. أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. أنا أرى العدو هنا. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. أنا أعرف واجبي.
وفكروا في الغنيمة. سنحظى بأوامر يا رجال. صدر الأمر. أوقفوا أي حماقة. بكل الوسائل سأفعل. لدينا أوامر قادمة. تحركوا وفكروا في الغنيمة. آلات الحصار مصدر. يا آلات الحصار، أنا وقت التحرك كما تشاء. سلاحي يغط في النوم. مرني، أنا أطيع أوامرك بالحرف. أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. أنا أرى العدو. الآن يا رجال، خدمتك شرف. نتعرض للإطلاق. أنا أطيع أوامرك بالحرف. أنا أرى العدو هنا. نحن تحت القصف. ارحبوا بصحبتنا يا رجال. الخزان مستعدون للأوامر. أولئك الجبناء. قضيتنا تستحق العناء أيها الخزان. قضيتنا تستحق العناء. صحبتنا يا رجال. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. خدمتك شرف لي. أطيع وأقود إلى الأمام. أنا أطيع أوامرك بالحرف. أطيع وأقود إلى الأمام. الآن يا رجال، انتبهوا إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. كما تشاء. أنا أعرف واجبي. صدر الأمر. سأفعل ذلك. خدمتك شرف لي. أرحب بصحبتنا يا رجال. سنحظى بأوامر يا رجال. إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. إلى الأمام. نتعرض لقصف العدو. كما تشاء. لدينا أوامر قادمة. تحركوا وفكروا في الغنيمة. كما تريد. أنا أعرف واجبي. الآن يا رجال، انتبهوا. ارحبوا بصحبتنا يا رجال. صادر الأمر. نحن الفرسان إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. أطيعوا وأقودوا إلى الأمام. الطاعة شرف لي. تحركوا وفكروا في الغنيمة. نتعرض لقصف العدو. أنا راكب الآن. أمرك واضح. وصلتنا أوامر جديدة.
نحن تحت القصف. قضيتنا تستحق العناء أيها الإنسان. أمرك، أنا مستعدة لتلقي نيران العدو تروع حصاني. على استعداد للمهمة التالية. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء. سأحرص على تشييده جيدا. ماذا لتشييده؟ نتعرض لقصف العدو. ماذا لتشييده؟ لا يهمنا أحد. سأحرص على تشييده جيدا. سأشيد هذا البناء. على استعداد للمهمة. انتباه، الأوامر قادمة. لدينا وشة نقصدها، فلنتحرك. أنا سأنفذ. انصتوا إلى الأوامر يا رجال. طوع أمرك. نتعرض للنار. ألا حصار على أوضة الاستعداد. إنهم يصرخون علينا. حاجتك إلي. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. أما تشييده. حسنا. يسرني ذلك. أجيد ما أفعل. هذا الآن.
ذلك. أنصتوا جميعاً، ألا وامرك؟ حسناً، فليتحرك الجميع. سأجيد هذا البناء. سأحرص على تشييده جيداً. أجيد ما أفعل. ألديك أوامر من أجل؟ تم تحطيم الهدف. الفرسان طواقون. أمرك، أنا مستعد. انتبه، الأوامر قادمة. ما هي؟ تحركوا. صدر الأمر. سوف تسير قدماي حيث تريد. سوف أتحرك تحت إمرتك. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. كما تريد. سأجيد هذا البناء. حسنا أن تشاء. لدي الطاعة واجبي. أمرك واضح. أركبوا كما أمرت. سنحظى بأوامر يا رجال. طلباتك أوامر يا سيد. نحن تحت القصر. أنصت الأوامر. أمرك. لن ترتاح قلوب الأشرار. أفضلت الشخص بوجود أعداء قريبين. لا أحب التعرض للقصر. سأشيد هذا البناء. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. القرويون، حان وقت إنهاء. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. حسناً، فليتحرك الجميع. أعطني أمراً. سوف أضع أوامرك قيد التنفيذ. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. نبدأ لتشييده. أين تريد أن أرمي السهم؟
الطاعة واجبي. انتباه، الأوامر قادمة، أفهموا أوامرك لي. لن ترتاح قلوب الأشرار. مبنى لتشييده، ما حاجتك إلي؟ أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات، سأحرص على تشييده جيدا. على استعداد للمهمة التالية، سأشيد هذا البناء. أمرك، أنا أنصت جميعا، سأفعل كما تأمرني يا سيدي. حسنا، أريد. لن أتوقف حتى ينتهي الجامع، سأحرص على تشييده جيدا. طاعة من يأمر بالفضيلة نعمة. أسير على طريق الصلاح. سوف أضع أوامرك حيز التنفيذ. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. السراء، أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده. أنا مستعد لل... أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. المجر، أنا نتعرض لقصف العدو. أوامر جديدة، قفوا مستعد، أركبوا كما أمر. وجهني أمرك واضح، سأمضي إلى الأمام راكباً. أركب كما أمرت. أطيع أمرك، أطيع أمرك. سنحظى بأوامر يا رجال. من الذي تريد أن تطيعه؟ أفضل الشعب بوجود يا أدون.
الفرسان طواقون. أنصتوا إلى أنا أطيع أوامرك بالحرب. أطوق إلى الذهاب. أركب كما أمرت. واجبي هو الطاعة. أنا أرى العدو. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. لن ترتاح قلوب الأشرار. انتباه، الأوامر قادمة. كمل. سأتبع أوامرك. إلى أين تريدني؟ أنا في الطريق. سأنفذ على الفور. فليكن الأمر كما تريد يا سيدي. نتعرض للإطلاق. فوق السرج، مستعدون للأوامر. نتعرض للهجوم. لنتحرك معا أيها الكشافة. صمتا واسمعوا الأوامر. أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. راكبا عبر. أنصتوا إلى الأوامر. ما حاجتك إلي؟ الأعداء يشوهون جيدا. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. نبدأ بتشييده. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. انتبه، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده. ما حاجتك إلي؟ سأحرص على تشييده. أمرك، أنا مستعد. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. إنهم يمسكون على مدينة. حتى لا أشاء. سأجيد هذا البناء. الجماعة أطيعوا أمرك. عمل جيد تم على أكمل وجه. لن ترتاح قلوب الأشرار. نبدأ لتشييده. سأحرص على تشييده جيدا. أنا أرى العدو. سأجيد هذا البناء. نبدأ لتشييده. يسرني ذلك. شرف لي. انتظروا، سأفعل ذلك الأمر. أنا سأنفذ الطاعة. شرف لي.
أطيعوا أمرك. روما تون دافع اليدوي لكل سرور. ما حاجتك إلي؟ أفاد القصاب بوجود أعداء قريبين. ما أوامرك لآلاتك؟ سأفعل كما تأمرني يا سيدي. العدو يهاجم هنا. ما أوامرك لآلاتك؟ سيحدث ذلك. صدر الأمر. أنا أطيع أوامرك بالحرب. الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التحطيم؟ ما الأوامر؟ سنعجز ذلك بفضلها. ما أوامرك لآلاتك؟ أفعل ذلك الآن. سيحدث ذلك. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحت؟ ستتم إطاعة أوامرك. تنتظر الآلات الأوامر. ما أوامرك لآلاتك؟ سننجز ذلك بفضل الأوامر. ستتم إطاعة ما أوامرك لآلاتك. سيحدث ذلك. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التحطيم؟ على استعداد للمهام الكبار. نحن تحت الخطر. الأداء في خطر. المرتاد مستعدون للأوامر. فش
أين أسير؟ لديك أوامر من أجلي؟ وجهني نحو أي هدف. أنا مستعد لسماع الأوامر. مرني.
الفرسان طوقون إلى المدى. هذا لديك على استعداد للمهمة التالية. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. أتطلع للذهاب إلى المناجم. جهدي نحو أي هدف. نحن الفرسان مستعدون للمعركة. أنا أسمع. إلى أين أسير؟ ما هي أوامر؟ أنا لا أدركت أي مهمة. وجهني نحو أتعرض للإطلاق. أين تريد أن أرمي يا ستار؟ إلى أين أسير؟ من تريد أن أصطاد؟ أوامرك لأن أشياء تحتاج إلى التخطيط. في الأوامر دمي ما هي أوامر؟
لن ترتاح قلوب الأشرار. سأفعل كما تأمرني يا سيدي. سمعتم، أتحرك الآن. هل لديك أوامر من أجلي؟ أنا مستعد لسماع الأوامر. ما أوامرك لآلاتك؟ ماذا يجب أن أفعل؟ من يجب أن يطارد؟ من الذي تريد أن تعطيه قتيلة؟ ماذا عليك من أوامر؟ إلى أين أسير؟ من يحتاج إلى سهم؟ أنا مضعفش لخوف أمر منك. هل لديك أوامر من أجلك؟ ماذا لديك من أوامر؟ أرسلني إلى أي معركة؟ أرسلني إلى أي معركة؟ أين يجب أن أرمي السهم؟ أرسلني إلى الخارج. أين تريد أن يحتاج إلى سهم؟ أرسلني إلى الخارج. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى سلاح يغط النار؟ أنا سأنفذ أي طوع أمر مني. لن ترتاح قلوب الأشرار. الآن يا رجال، انتبهوا. كما تشاء، أرحب بصحبتنا يا رجال. سأفعل. ما أوامرك لآلاتك؟ أفعل ذلك الآن. لدينا أوامر قادمة. أنا أعرف واجبي. سنحظى بأوامر يا رجال. صدر الأمر. يا سيدي. استعدوا للأوامر يا رجال. جاءت الأوامر بالتحرك يا رجال. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التخطيط؟ سيحدث ذلك. ما أوامرك لآلاتك؟ سيحدث ذلك. أين يجب أن أرمي السهم؟ ذاهب إلى موضع إطلاق جديد. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. ها قد وصلت أوامرنا. ستتم إطاعة أوامرك. كما سوف تسير قدماي حيث تريد. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التحطيم؟ Thank you.
أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأفعل هذا الآن. نتعرض للإطلاق. على أغبة الاستعداد. ومن دون خطر. لا أريد كلام.